ساعتين بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة الغابة. هلا طيبين، كيف نسيت؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ومعانا شيفنا آية، حبيت شيف آية، كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. هلا يا شيف، حتبدأ لنا في شنو؟ أهلا بيكم، حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنعمل رقاق باللحمة وهنعمل سبانخ باللحمة المفرومة. نبدأ بالرقاق عشان نحطه في الفرن قبل ما نعمل السبانخ. طيب يلا. اول حاجة معانا الرقاق ده جاهز او في ناس بتعمله في البيت، ومعانا البصل واللحمة المفرومة. هنعصر اللحمة الاول. المقادير اعزائي المشاهدين موجودة قدامكم في الشاشة. هنفرم البصل، مش هنعرف نعمله في البيت زي ما هنجيبه جاهز بصراحه. يعني من الحاجات يا اما ان احنا لازم نجيبها جاهزه، يا اما ان احنا يكون عندنا فرن بطريقه معينه بدرجه حراره معينه زي في الارياف او الفرن البلدي الجديد. الفرن البلدي بالظبط، يعني ما ينفع في البيت. لا، ما افضلش بصراحه انه يتعمل في البيت، مش هيديني نفس النتيجه اللي احنا عايزينها. بس هو لازم يستوي على درجة حرارة عالية. هنحاول أفرم البصل ناعم عشان ما يبينش واحنا بناكل الرقاق. بصل حامي أوي أوي، صح؟ حسيت؟ حسيت بس سكت. شويه زيت وبعمل اللحمه المفرومه. معامله اللحمه ان انا لازم انزلها في الاول، بنزلها على نار سخنه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، تفضل فيها العصاره ويفضل طعمها حلو وطعمها تيستي كده. استمتع وانا باكل، يعني حاجات بسيطه قوي بس بتفرق معانا واحنا بنعمل الاكل. يعني في حاجات بسيطة قوي لو خدنا بالنا منها هتلاقي طعم الأكل راح في حتة تانية. فعلا في تفاصيل دقيقة الواحد لما اهتم بيها بتفرق. بالظبط، بتفرق، بتروح في حتة تانية أصلا خالص. يعني منها اللحمة مثلا، اللحمة احنا لو سوينا اللحمة بطريقة غلط فاللحمة هتبقى بتشد معانا كده، هيسخن معانا. الرقاق من الأكلات المعروفة عندنا قوي في مصر في العيد، العيد الكبير، عيد اللحمة. 4 أيام من العيد بناكل رقاق، رقاق وفته ولحمه. واول يوم رمضان برضه في ناس بتعمل محشي ورقاق وبطن، او محشي ورقاق ولحمه. حلو. احنا عندنا الرقاق في السودان حلو ثابت حلو. احنا عندنا الرقاق في السودان حلا ثابت في رمضان. الرقاق باللبن. الرقاق باللبن. احنا ام علي زمان، ام علي اول ما اتعملت هي كانت عباره عن رقاق ولحمه. سوري، رقاق ولحمه ازاي؟ ام علي رقاق ولحمه ازاي؟ رقاق ام علي اول ما اتعملت زمان كانت عباره عن رقاق ولبن. مع التطور والناس بقى بدانا نعرف عجينه الباف باستري، بدانا نعرف عجينه الملفيه، فبدات تتعمل بالكرواسون، تتعمل بالملفيه، في ناس بقت بتعملها بالجلاش، ففي ناس بتحاول تعملها بطرق كتير، بس هي اساسها رقاق ولبن. ما كان الحلقه بتاعتنا بتاعت ام علي كنت عايز اقول لك برضه انه احنا عندنا ام علي زي كده الرقاق. احط اللحمه. هفردها بس كده بسيط. احنا مجرد ان احنا وزعنا بس اللحمه كده هنسيبها على نار عاليه، مش هنقلبها غير لما تبدا تاخد الصدمه من ناحيه، وبعد كده نقلبها.
بس انتوا عندكم بتعملوا الرقاق باللحمه برضه ولا حلو بس؟ لا حلو بس. يعني سابق احنا عندنا الرقاق قبل رمضان بنجهزه لانه في السحور وحلو، اكثر حاجه انه بيكون هو في السحور يعني الناس بتحبه، الدوله السودانيه بيكون عندها الرقاق. ايوه هو والحمور الابريق ده الحاجتين ثابتين بيجهزوا قبل رمضان. رمضان ليه طقوس وعاداته في كل البلاد. بعد كده انا هحط عليها البصل. وهنحط فص ثوم مفروم، نحط فص ثوم مفروم. الرقاق من الحاجات اللي ما بيتحطش ما بيتبلش اللحمه كتير، يعني بنديها بتسيبها بطعمها. رشه فلفل اسود بسيطه او مش بسيطه قوي عشان بحبها، بحب الفلفل الاسود في الاكل. رشه ملح وهحط رشه كزبره ناشفه بسيطه قوي، حاجه كده على طرف المعلقه. هقلب ساعة ونص ساعة على النار. هحط جوز الطيب بس هحطها في الآخر. هنجيب بقى هنا البولة بتاعتنا اللي هنسقي فيها الرقاق. الرقاق هنحط شوية شوربة، دي شوربة فراخ. وهحط عليها مكعب زبدة. وهحط فص ثوم مفروم ورشة زيت. هقلبهم، هحط برضه رشة ملح لأن الشوربة ما بحطش محيقاها، ورشة فلفل أسود. اللحمة معايا بدأت، هنعمل ايه بقى؟ انا بفضل ان انا احط الخلطة دي على النار بس تسخن علشان الزبدة تسيح، لان الزبدة دي هي اللي هتديني النكهة اللي هتبقى بين الطبقات بتاعة الرقاق. هزود زبدة كمان، مكعب زبدة، ومش هحط بين الطبقات زبدة تاني، خلاص انا هكتفي باللي موجودة في الشوربة. ممكن نولعها هنا اهو. مش هخليها تسخن قوي علشان الرقاق ما يتأثرش معايا ويدوب، انا يا دوب بس الزبدة تسيح وبعدين هرجعها هنا تاني. الرقاق عندنا في ناس بتحب تاكله يا اما ناشف يعني بعد ما يطلع من الصينيه تبقى القطعه ناشفه، وفي ناس بتحبه طري، فده يعني بيعتمد انه انت بتسقيه شوربه من فوق ولا لا في الاخر خالص. انا بحبه بصراحه طري شويه. السمنه كده ساكت. الشوربة ممكن نعمل لأي شوربة، لحمة أو فراخ. لحمة أو فراخ أو الشوربة الكدابة. الشوربة الكدابة دي أيوه اللي هي بتتعمل من غير لحمة أو فراخ خالص. كده ده معانا جاهز. هنعمل إيه بقى؟ الشوربه والخليط اللي احنا عاملينه والزبده من ناحيتين.
يعني الطبقات دي زي ما بنحب، يعني ممكن حد يكون يحب يزود، حد يحب يقلل عادي جدا. والحشوة برضو أوقات بعملها بالفراخ، ممكن نحط جبنة مع اللحمة، يعني ممكن. عايز اتنين اللحمة كده تمام صح؟ تقريبا هنحط طبقتين بس عشان الصينية صغيرة. بس هو أحسن إن احنا نعملها 3 طبقات علشان تتحمل معايا. هنزل باللحمة المفرومة. عشان بس الدسامة شوية هوزع كده حتة زبدة. مكعب زبدة كده هقسمه بس في النص. خالص يبقى طري خالص؟ لا، علشان لما هيدخل الفرن اصلا هيستوي. وزي ما قلنا ان في ناس بتحبه طري قوي وفي ناس بتحبه ناشف، انا كده عملناه وسط واحنا هنسقيه شويه شرب. الرقاق بيتقطع زي الجلاش بالظبط قبل ما بيدخل الفرن. طبعا زي ما احنا عايزين. هنقطعه صغير شوية عشان نكفي الناس كلها. برضه بس ان انا ايه بمشي بالسكينة ولما بيطلع يبقى سهل بقى بعد كده انه يتقطع. وهناخد اللي فايض من الشوربة دي وهنسقي بيه شوية صغيرين مش كتير عشان برضه ما يبقاش طري قوي. كتير ونكهة يدوب كده حاجة بسيطة برضو بقى ايه عشان الأكل بيحب الدسامة. هنحط برضو حتة زبدة كده نقسمها. لما بتسرح انت يا احمد مع الأكل كده بحس ان انت ايه، ها يلا بقى هيطلع من الفرن امتى؟ بالظبط كده. بعدين انا جعان شفت حل كده كل يوم انت بتعملي لنا حاجة شكل. انت بتعرف تطبخ؟ والله لا لكن بعد البرنامج ده هكون اتعلمت شوية. احنا ممكن نجربك هنا في حلقة، ايه رأيك؟ بس هكون فاشل فاشل ذريع. لا ما تقولش كده. هندخلها الفرن، مش هتاخد في الفرن كتير، هتاخد ربع ساعة أو تلت ساعة ودرجة حرارة 180. هنشغل أول 10 دقايق من تحت بس، وبعد كده هنشغل عليها من فوق وتحت. احنا حطينا الرقاق في الفرن، نعمل السبانخ واللحمه المفرومه. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل زي المشاهدين. اول فاصل ونرجع لكم. خليكم قاعدين. هنعمل بقى دلوقتي السبانخ. حلوة نظيفة. هنعمل ايه؟ هنستخدم اللحمة المفرومة دي، كده كده محتاجة بقية تسوية. هنزود بس سنة بصل. بالنسبة للسبانخ يا شيف، السبانخ دي فريش كريم جوة ممكن تنفع؟ اه طبعا تنفع عادي. احنا كمان هنقطعها. واللحمة المفرومة دي لو عندي لحمة مفرومة متعصبة هقول لكم هنحطها امتى في الأكلة، وهقول لكم لو اللحمة نية هنحطها امتى بالظبط برضه في الأكلة.
يعني لو ما لقيت الفريش في المزمنة في السوبر ماركت. بس هاخد كانت بصل كده صغيرة لأن اللحمة اللي احنا عاملينها فيها بصل. اللحمة دي تقريبا تلات أرباع سوا، فهنحطها بعد السبانخ، لكن لو اللحمة نية خالص هنحطها قبل السبانخ. أنا هحط البصل استفدنا من باقي اللحمة اللي موجودة بالظبط. طب فين حط شوية زيت وياخد السبانخ اقطعها. تشبه الجرجير. شوف بس الرقوق بتاعتها. عارف عندنا الجرجير لازم يكون في الصينية موجود، وغالبا أكتر حاجة يكون في الغداء، فلازم على السلطة الخضراء يكون موجود. جرجير؟ أيوه حلو. الجرجير من الحاجات المفيدة جدا. أيوه صحي جدا جدا. طبعا ايه السبانخ خيال ان هي كتير، بس هي بعد ما تتقطع وتنزل النار هتبقى حاجه بسيطه جدا. يعني كده شيل بس منها الرغوه بتاعتها، اقطعها يعني كاني بفرم فرم ناعم، فرم تخين يعني. البصل جبن، انا مش عايزاه يحمر قوي. هنزل بالسبانخ، السبانخ اول ما ننزل بيها تبقى ان هي كتيره. لو اللحمه نيه هننزل بيها اول حاجه، وبعد كده البصل، وبعد كده السبانخ. لو اللحمه متعصبه تماما مستويه خالص هننزل بيها اخر حاجه خالص، لكن احنا بعد السبانخ هننزل اللحمه دي عشان تكمل سواها. أنا جربتها من الصباح فيها شفافة. جربتها؟ لا جربتها أكلتها يعني، فكانت حلوة. جربتها باللحمة المكعبات. الصواريخ الحمراء الطبيخ. الطبيخ. احنا هنعملها النهاردة بس باللحمة المفرومة. عندكم برضه كده دي الأكلة دي، فكان أول مرة أجربها. أحط فص ثوم مفروم. وبعدين هنجيب بقى اللحمة بتاعتنا. طبعا لو اللحمة نية خالص فبحط بصل زيادة. وبعد كده هنجيب عصير طماطم 4 طماطمات. هنسيبها تغلي تقريبا 10 دقايق، وبعد كده نغطي عليها خالص لحد ما السبانخ تكمل سواها والرز يستوي. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. اهلا طيبين، فاصل ونرجع.
كالعادة معانا ضيف في الحلقة ومعانا مفاجأة. شفاء ممكن توري للسادة المشاهدين معانا منو؟ معانا النهاردة الشيف أحمد. ازيك شيف أحمد؟ أنا سامي طيب. طيب رمضان كريم. رمضان كريم عليهم على الأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله تعمل لنا إيه النهاردة؟ أعمل إن شاء الله طاجن ورق عنب باللحمة وأعمل جنبيه سلطة زبادي بالنعناع والخيار. حلو. مش هعمل حاجه بس ايه هشيك على الاكل اللي انا كنت عاملاه. تمام. مستعجلات اول ما انت ايه مفيش حاجه. انا اول حاجه هعمل اللحمه بنسب. بنسب دي بعمل لها تجميعه عشان خاطر اقفل المسام بتاعتها. تمام. واخلي اللحمه تبقى جوسي وما تبقاش ناشفه. طيب يا شيف احمد ممكن توضح للساده المشاهدين الطاجن ده مواصفاته شنو طريقته كيف الحاجات دي؟ تمام. هو عباره عن لحمه كندوز شرايح. تمام. دي بناخدها بنسب تنزل في اخر الطاجن. بالنسبه للطاجن هيبقى ورق عنب بنجيبه من عند اي حد بيتسلق سلقه بسيطه وليه طريقه طبعا من اللفه اللي هنلفها قدامه. وخضره عباره عن شبت وبقدونس وكزبره 3 كوبايات سلقه من عصير الطماطم. رز طبعا 4 كوبايات. عندنا بصل هنفرمه ناعم. تمام. وانا بعد ما برفع اللحمه بعمل خلطتي في قلب المكان بيبقى في تيست اللحمه ذات نفسه. اللحمه بتاثر في الحاجة. بالظبط. بالظبط. ناخد مكان الصدمه بتاعت اللحمه. حتى البيوت بتاعي انا مجهزه اصلا من الاول انا مجهزه اوريدي عشان اسقي بيه الطاجن ويخش الفرن. حلو. يلا بينا. انا عملت اللحمه هنقطع الخضره بتاعتنا. ده عباره عن شنو؟ ده الخضره عباره عن شبت وكزبره وبقدونس. حزمه حزمه حزمه. لازم يشوف الثلاثة مع بعض ولا ممكن يشتغل من حاجة واحدة؟ لا لازم عشان كده تاخد الكيس بتاع الثلاثة كل واحد كيس مختلف وكل واحد بيدي طعم. لا كفاية ان انا ماسكة مكاني. ماسكة مكاني. يعني حوالي من 10 لربع ساعة كمان لما بنجيب الصدمه للحمه وبيديها حلو قوي بتقلل الوقت بتاع سوى اللحمه واللحمه شرايح معانا. ما تقطعش بقى عشان ما تخش جوه الطاجن والفرن ما تاخدش كمان معايا وقت جامد. رفيعه خالص وما تاخدش وقت معايا. ممكن نعملها مكعبات على فكره برضه نفس الكلام كده بس يعني ايه هتاخد صدمه وبعديها هتاخد نسبه ميه اكتر من النسبه اللي احنا هنديها لها طبيعيه. يفضل كده احسن. كل ما رفعت اكتر تاخد ميه اقل. وسيبها وقت اقل بس. عملت صلصة بالدشرة يا شيف؟ رمضان الصلصة بالدشرة 3 كوبايات صلصة 3 كوبايات من عصير الكرفس كده احنا حطينا البصلة ونزلنا بالصلصة ونزلنا بالتوابل بتاعتنا
نسيبها على النار ايه تسبك سنه بسيطه، انا مش عاوزها تبقى قوي يعني عشان تبقى برده طعمها ني في ني وطعمه جميل اصلا. بس انا عاوز اتسبك شويه عشان انجز وقت، عشان احنا في رمضان طبعا الوقت عاوز يجري. نقطعنا الخضره، ننزل بالرز. الرز طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو لو مكتوب على الكيس يتلسي بيتلسي، لو مش مكتوب على الكيس ما يتلسيش ما يتلسيش، هو طبعا مكتوب على الكيس بتاعه ما يتلسيش. تمام. وبعد كده بننزل بقى بالخلطه بعد ما ايه ما سبكناها نوعا ما وخلينا البصلات تستوي شويه. سهله. بصوا عامه ستات البيوت بيعملوها على الايد، انا بحب اعملها هنا عشان لو اي راجل عنده في البيت حب مثلا يعمل محشي يبقى سهله بالنسبه له. بناخد نسبه الحشو بسيطه في النص هنا كده، بنجيب ورق العنب كده شمال ويمين تمام، نعمل كده بكل بساطه نبتدي نلم واحنا بنعمل اهو، نفرد صباع اهو الصباع بالنسبه لنا بص ايه ورق العنب لفه. اللفه دي كده سهله سهله جدا. ايه رايك؟ مش حاجه خلاص بالظبط يعني مفيش حاجه اسمها بقى ست ايه بس بس او راجل. نفس الكلام اللي دورك على برضه ممكن تعمله في صح. المحشي الكرنب في اي ايوه اي حاجه عاوز تلفها تقدر تلفها. انا كده اهو قلت لك يا شفايا انا هتعلم، في ناس كتير هتتعلم معانا. يا ريت احنا نتمنى ان الكل يتعلم، وابعتوا لنا اي حاجه عايزين تسالوها على البيج او على اللينك اللي موجود على القناه. بالنسبه للمحشي لازم احنا زي ما احنا قلنا الورق عنب عامل طبقتين، طبقه ناعمه وطبقه خشنه، احنا بنحط على الطبقه الناعمه تحت والطبقه الخشنه لفوق عشان لما نلف تبقى الناعمه هي اللي بتكبر. الموضوع بالنسبه لنا اي ست بيت بتعمله على ايديها. تمام. انا حبيت اعمله النهارده عشان لو اي راجل او اي حد عاوز يعمل الاكل ورق عنب ومعهوش مثلا ست واحد عازب او الكلام ده كله يقدر يعملها بسهوله. حلو. احنا بنجيب ايه بنسبه ال مش حاجه اهو. مش حاجه. بنجيب الرز النهارده بنسبه الرز تمام؟ بنطبق الجنب ده الاول كده، بعد كده الجنب ده تمام؟ بعد كده بناخد الجزء اللي ورا دوت لقدام كده. ونبتدي ننزل بيه واحده واحده ونضغط واحنا بنقفل. تمام. واحنا ماشيين بنبتدي نلم بقى حاجاتنا، او يعني مثلا هنا الجزء ده كبير مثلا ابتدي المه، الجزء ده كبير ابتدي المه لحد ما انزل لحد ايه؟ الاخر اللي تحت. ابتدي ادوس فيه اهوت هيبتدي تتلف معايا اوتوماتيك هي لوحدها. حلو. اهي. موضوع سهل وبسيط. ابتدي احط الحاجه بقى ارص ابتدي ارص في الطاجن بتاعي. يا ريت تجربوا وتقولوا لنا رايكم ايه، ابعتوا لنا مقترحاتكم، ابعتوا لنا اي اكله تجربوها صوروها وابعتوها لنا. وقولوا لنا لو محتاجين ان احنا نعمل لكم اكله معينه واحنا تحت امركم، وان شاء الله كل اللي هتبعتوه هتلاقونا بنرد عليكم فيه. مشاهدينا الكرام لازم تتفاعلوا معنا عبر رابط قناه الفيسبوك اسفل الشاشه، تفاعلوا وشاركونا وخليكم معانا كده، ونحن اي سؤال في اي استفسار ان شاء الله حنكون متواصلين معاكم وحنرد عليكم. بس حابب ان انا اعملها برضه بالراحه عشان يبقى كل المشاهدين يشوفوها ايه بالراحه، لان انا ممكن اعملها اسرع من كده بس انا حابب ان انا ايه يشوفوها بطريقه اسهل يعني. زي ما قلنا برضه هنلف الجنب دوت كده والجنب التاني كده، هنجيب الجزء اللي فوق ده نقفله كده اهو، بعد كده واحنا بنلف بنضغط عشان كل ما نضغط كل ما بنكبس الرز نفسه ما يخرجش بره ولا يفرقع كمان معايا الورق ذات نفسه. لا لسه ممكن انا اكمل وانت تعمل سلطه الزبادي، ايه رايك؟ مفيش مشكله. هات لي ورق العنب هنا وانت نطلع فاصل يا احمد عبال ما نلم الدنيا كده. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين.
سادة المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل بنشوف الشيف احمد والشيف عيا قاعد يعمل في شنو. انا بكمل ورق العنب. ايوه كمل ورق العنب وانا اعمل لكم سلطه الزبادي بالخيار. طيب يلا عندنا هنا الخيارايه تمام قبل المبشره ننشر الموت. عارفة يا شيف آية عندنا السلطة دي برضو سلطة ثابتة في رمضان برضو بنعملها طوالي. سلطة الزبادي؟ ايوه قال لها عارفة احنا ما نقولهاش سلطة الخيار دي. سلطة مع ورق العنب. مع ورق العنب. لا نحن عادي ممكن في الصينية تحت الفطار تكون موجودة بتتاكل بالمعلقة ما شرط يكون معاها ايتمز معين. بتعملوها بنفس الطريقة؟ ايوه بنفس الطريقة تقريبا وحتى ممكن نعملها بالزبادي او بالرايب حتى نحن عندنا في السودانيين بيقول لها سلطة الرب. لانه هي بيكون ممكن يستخدموا فيها اللبن الرايب. حليب غير الزبادي. ايوه حليب غير الزبادي وعندنا الروب. الرايب ده اللي هو الروب السوداني فده بتعمل لست البيت السودانيه في البيت. بصوا عامه احنا بنبشر الخيار بس لازما الخيار يتقسر لان لما بيتسبب من غير ما يتقسر يفضل يجيب ميه فبيحل الزبادي زي ما معاك ما بيبقاش صرفه تبقى خفيفه جدا. اوكي. فلازم نعصر الزبادي. بعد ما عصرنا الخيار بنزل بالزبادي بنزل بالنعناع الدراي حوالي نص معلقه بالظبط نفس الكلام نص معلقه ملح تمام اقل من يعني طول زي عصره ليمون اقل من ربع معلقه ليمون حاجه بسيطه ليمونه كده اه اقل من نص ليمونه كمان اللي هو يدوب عصره بسيطه بس وابتدي اقلب يبقى جميل جدا 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 مع ورق العنب. طبعا شفتني لما بخلص طبق ورق العنب خلاص كفايه كده بقى شكل ورق العنب في الطاجن احنا كده هنملي الزبادي في الطبق بتاع التقديم بتاعه انا جعت خلاص الرابعه خلصت تلت ساعه بس او نص ساعه ورق العنب لو بس هنسيب البيونش السخن الشوربه بتاعت الفراخ الشوربه بتاعت الفراخ هنسيب قد ايه تقريبا كوبايتين حوالي كوبايتين ونص بس ماشي شوربه لحمه برضه الكاميرا جايبه هو بيتسيب حد فين بعمله بس كده عشان ينزل بعد كده بنغطيه والغطا بتاعه وندخله الفرن على درجه حراره كام؟ 180 اهلا طيبين ورجعنا لكم من تاني نواصل كده احنا خلصنا هنغرف بقى السبانخ
عملناها ازاي. السبانخ حمرنا البصله حطينا السبانخ وبعدين حطينا اللحمه المفرومه كانت معانا 3 4 سوا وقلنا لو اللحمه المفرومه نيه خالص فهنقطعها من البدايه وبعدين حطينا عصير الطماطم وبعدين سيبناها تتسبك وفي الاخر خالص حطينا شويه رز وسيبناها لحد ما استوت. ده الرقاق عاوز يتقطع اكتر. ما كنتش مقطعه بصراحه خدته حته كده. هو عشان كده بيبدا بوراده بس هو عشان ماشي ادي الكريسبي بتاعه ف جميل يعني. ريحه طلعت. مش قادره اقول لكم. ده كده الورق بس طبعا الطاجن انا شلت الغطا بتاع الطاجن بس علشان ياخد وش كده حلو. احنا الليله شفاها دي انا زي ما قاعد نجوع الساده المشاهدين بالمنظر. الله الله اللوحه الفنيه. في معلومه ثانيه حابب اضيفها. انا بالنسبه لي انا بحب اكله بدبس الرمان. تمام. ممكن حد تاني يبقى مثلا ما بيحبش دبس الرمان عشان النزله بتاعته عاليه. ايوه صح. يديله عصره ليمون بس يا دوبك اول ما يطلع عشان ما يمررش معايا. طيب ممكن أوكي. ماشي احنا نديله عصره ليمون. مفيش مشكله. خلصت حلقتنا. عملنا الرقاق المحشي لحمه مفرومه، عملنا السبانخ اللي باللحمه المفرومه والرز، والشيف احمد عمل لنا طاجن ورق العنب اللي كان تحتيه شرايح اللحمه وسلطه الزبادي اللي هناكلها مع ورق العنب. شكرا لك يا شيف احمد ونورتنا الليله في هذه الحلقه وان شاء الله نشوفك تاني. شكرا لك شيفنا ايه. اعزائي المشاهدين وبكده بتكون خلصت حلقتنا لليوم ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. انتظرونا.